يا شباب، انا ايمي كيو. اليوم يا اصدقاء عندنا فتح علبة الخفاش المحطم للاعب ريان كراش روكتفور 4 رانجيرو كياما. اذا يا اصدقاء لنبدا هذا الفتح. اولا يا اصدقاء بقول شكرا لفايبرو، هم اعطوني هذا البلابل لاعمل فيديو على قناتي بباتل زون، احطها على الوصف، احط الرابط على الوصف، اذهبوا واشتركوا وساعدوهم. ان شاء الله بنعمل نزالات معركات كبير. So we plan to do something called spin battle. So معركة كبير اسمه spin battle. So we plan to do that and we're still working on it. ان شاء الله بنعمل نزالات معركات وفتح الباس. اذهبوا واشتركوا في قناتهم وساعدوهم. اذا يا اصدقاء هذا هو البلبل الخفاش المحطم. خفاش المحطم، شفتم الخفاش المحطم للاعب ريان كياما رانجيرو روكتفور ار 4. سو يا اصدقاء اوف كورس اصلي من تكاراتومي ويتوي برو، اكيد دورانه يمين رايت سبين. سو از يو كان سي يا اصدقاء ميتال ستامينا وينجز، اجنحه تحمل معدني. سو اتس ميتال ستامينا وينجز، شفتم. سو هذا الشيء اصدقاء دورانه يمين اكيد اللاعب ريان اخو سفيان. سو هذا هو الشيء. سو از يو كان سي جايز ات ذا باك يتكلمون عن البلبل. الان شفتم اصدقاء هذا هو ستاتس. الستاتس يقول ان ان الوزن the weight is way heavier, it's heavier. So yeah, because of the tip ال wedge. شفتم because of the wedge tip, so it's heavier. ثقيل، اثقل من كل البلابل. So هذا هو الشيء كراش روكتفور. So yeah, let's read this يا اصدقاء. بنقراها الان. يقولون عن البلابل التحمل. So yeah, they're talking about the stamina type B. As you can see here, stamina ability is a new feature added to B Battle Burst with new unique turbo layers. So the B Battle Burst will have more endurance and ability to during attack. بس يكلمون عن البلابل التحمل بس. الان بنتكلم عن الفورج ديسك يا اصدقاء. اسمه 11 11. So yeah, as you can see اسمه 11، شفتم 11. والفريم اسمه ريتش. سو شفتم يا اصدقاء هذا هو الفريم. اسمه اسمه ريتش. سو عندها اجنحتين كبيرتين على مرتفعات مختلفه. سو يساعده في الهجوم. So that's what they're saying. It helps it in attacking. So yeah, هذا هو الشيء. والتيب ماله ويدج نفس البلبل الرمح اللولبي للاعب ماجد. سو هذا هو الشيء يا اصدقاء. سيقولون ان التيب معدني. سو يا ميتاليك تيب. سو يعطي البلبل تحمل. سو ات جيفز ذا بي ذا ستامينا. سو يا اصدقاء عندها جناحين معدني. سو ات هاز تو ستامينا وينجز معدني. يفتح اثناء الدوران. سو للحفاظ على القوة النابذة أكبر، زيادة على القدرة على التحمل. So also to increase the full spin. So as you can see, this is the English translation. شفتم؟ أجنحة معدنية. So this is what they're talking about it. الآن بنفتح هذا البلبل. So هذا هو الشيء أصدقاء. هذا هو الشيء عن البلبل. So yeah, it looks very nice. شفتم؟ جيد، جديد. إذن يا أصدقاء بنبدأ هذا الفتح. الآن يا أصدقاء بنفتح عن البلبل. We talked about it. كلمنا عن هذه البلبل، عن هذا البلبل. الآن بنفتحها الآن. بسم الله. Okay, let's go with this one. Let's open this. You know I'm a bad unboxer, right? Okay. نأخذها الآن. Okay, هذا هو الشيء. لنرى استيكرات. هذا هو استيكرات يا اصدقاء. This is the stickers. شفتم B101 Roctivore R4. هذا هو استيكرات. اوكي هذا هو الجهاز البروتو لانشر. شفتم جهاز الانطلاق. ادخل الان. هذا هو البلبل. واو جيد، جديد. Very nice. Be careful when you're opening this thing, okay, استفاء, because of that. It's very hard, so yeah. Okay, نفتحها. فتحنا. Okay, وهذا هو البروتو لانشر. أكيد. واو.
اوكي اتسمت الجابانيز وين اصدقاء نفس الياباني نفس الجهاز اللي طلعت من اليابان so it's just the exact same thing there's no changes the only difference is that in Japanese version there's bay button there's bay blade بس هنا ما فيش bay blade so هذا هو الشيء واو البلبل ثقيل it's heavy اوه ليست لديها كليكس نو ليست لديها كليكس يا اصدقاء No way, شفتهم. ليست لديها كليكس. لا لا, no way, no way, no way. Okay, هذا هو الشيء يا أصدقاء. ليست لديها كليكس. لا يا حبيبي, لا لا, this is not good. Okay, so let's talk about the gimmicks. So I wanted to show it to you guys. Yeah, let's talk about the gimmicks. So أصدقاء, هذا هو البلبل. It's shiny. Shiny. شفتهم. ليست لديها كليكات. أصدقاء, ليست لديها كليكات. شفتم it's very weak there's no clicks there's no clicks يا أصدقاء لماذا ما أعرف it's just Ragnarok and it's family it doesn't have clicks it's very weak يا أصدقاء okay هذا هو الشيء ليس لديها كليكات so these parts are حديد هم حديد شفتم معدني معدني وأكيد هذا هو الشيء أكيد حديد نفس الشيء حديد so هذا هو الشيء شفتم الكليكات الكليكات شفتم؟ اوكي أرويكم الآن اوكي فوكس فوكس اوكي شفتم؟ ليست لديها كليك كليكات أسنانه is like there's nothing there's nothing شفتم؟ there's nothing so yeah هذا هو الشيء so yeah so that's the thing guys it barely has any clicks It's definitely gonna be very weak, I guess. It's gonna burst. And this is the thing. Let's look at the box. Let's look at how the shape. Let's see what you have there. Okay, so here they're talking about the bay button. That's nice. That's nice. يكلمون عن البلابل. So I guess they'll do same for all of this. شفت them? يكلمون عن هذه البلبل عن هذه البلبل وهذا هو الشيء يكلمون about the frame وكل شيء. نفس الشيء نفس الياباني وهنا باللغة العربية هذا هو الشيء الآن بنعمل نزالات let's do some battles يا أصدقاء and then we can end it والآن أصدقاء بنعمل نزال بين الخفاش ضد هذا البلابل شفتم لنرى من سوف يفوز أو خفاش سوف يفوز هل خفاش سوف يفوز في هذا النزال لنرى يا أصدقاء النزال الأول يكون بين ال سيكون بين this bay battle ضد هذا البلبل لنرى من سوف يفوز اوكي البلبلان تحملان let's see who's going to win 3-2-1 انطلاق انطلاق بنعمل نزالتين نزالين واو هذا بتحكم البلبل واو قوي قوي النزال الثاني بس نزالين اوكي 3-2-1 انطلاق انطلاق من سوف يفوز واو فاز بتحطيم البلبل مره ثانيه واو سكند تايم ذاتس اوسم الان بنعمل نزال بين ال شو اسمه المنجل اوكي ليتس سي هوز جوينج من سوف يفوز في هذا النزال 3-2-1 انطلاق What? No way اصدقاء فاز بتحطيم البلبل اوكي اصدقاء بنعمل النزال اوكي 3-2-1 انطلاق يفوز ولا يخسر لنرى تحطيم البلبل This bee is doing good What? So بيفوز I guess so It's not weak The clicks are actually meant to be like that I guess It would never have been so strong أو يكون أقوى من كل البلابل الآن سوف يواجه
أخو شهاب ماجد نرى من ستفوز. 3-2-1 ويبس ويبس ام طلع طلع ستفوز ولا يخسر. أوه خسر this time. خسر. أوكي النزال الثاني 3-2-1 انطلاق انطلاق. What؟ من سيفوز؟ الخفاش؟ لا لا الخفاش سوف يخسر. أوه خسر خسر في هذا النزال. أوكي الآن سوف يواجه هذا البلبل. نرى من سوف يفوز. 3-2-1 winning bulbul. He just lost one time in a hole, but he's winning right now. Wow. Okay. And is that a penny? Has it a pool? That is not what it's enough. Whoa! ضربات قوية فاز بتحطيم البلبل. Wow, this baby button is winning. شفتم؟ Zero clicks. صفر كليكس يا أصدقاء. الآن لنرى من سوف يفوز. الآن يا أصدقاء عندنا نزال بين أخوه اسمه سفيان. لنرى من سوف يفوز. 3-2-1 انطلق. سيفوز ضربات قوية ولكن أخوه سيفوز أجل ما أعرف. أوه فاز. 3-2-1 انطلاق انطلاق. هل سيفوز؟ نعم لا. أوه ضربات قوية. لا لا خسر أخوه. لا هو خسر الآن. أوه تعادل. النزال الأخير 3-2. أوكي 3-2-1 انطلاق انطلاق. ضربات قوية تعطيم البلبل. وات هذا بلبل؟ هذا البلبل قوي جدا يا أصدقاء. I'm really so sorry. The clicks. Wow. There's no clicks, but والله العظيم this bay. No way. It's strong يا أصدقاء. قوي جدا. Okay. النزال الأخرى يكون بين الخفاش الأصلي. Okay. هلا. 3-2-1 انطلاق. انطلاق. اوه بتحطيم البلبل. What the heck is going on؟ فاز بتحطيم البلبل. اوكي يلا نسير لي اقوى بلبل في العالم هو السيف الوهاج. لو شفتم الفيديو ده اعطوها هنا واحطها على الوصف. اذهبوا وشاهدوا هذا الفيديو. الفائز كان السيف. سوى اصدقاء لنرى هل السيف سوف يحطم هذا البلبل نعم ام لا. لنرى. 3-2-1 انطلاق انطلاق. سيفوز نعم ام لا؟ واو تعادل. اوكي هذا البلبل فاز. النزال الثاني 3-2-1 انطلاق انطلاق. انت وات 2-0. واو النزال الثالث انطلق انطلق. بول يا اصدقاء فاز بتحطيم البلبل. هذا هو هذا البلبل قوي جدا يا اصدقاء. اقوى بلبل في العالم. اوكي بس امزح يا اصدقاء. حطيت الرابر شفتم هذا هو الرابر يا اصدقاء.
كانت قوي. Okay, now you guys will see the real battle, يا أصدقاء. Now you guys will see how weak it is. شفتم؟ It's just so weak. So yeah, it was just a prank. الآن سوف ترون قوة هذا البلبل. أصدقاء بنعمل نزالات بين these بيباتين ضد هذول البلابل. Okay, يلا نبلش النزالات. النزال الأول سوف يكون بين المنجل ضد الخفاش المحطم. لنرى من سوف يكون. انطلق. خسر. النزال الأخير 3-2-1. انطلق. خسر. شفتم؟ They said that they had kicks. I told you they doesn't have kicks. It's very weak. الآن بنعمل نزال بين أخو شهاب ماجد وشو اسمه في الوج ضد الوج وج الجديد ضد الوج القديم. أوكي لسي الآن نرى من سوف يفوز. 3-2-1. انطلاق. انطلاق. واو. من سوف يكون الفائز؟ What? الخفاش خسر. What? Okay. النزال الثاني 3-2-1. انطلاق. انطلاق. الخفاش سوف يفوز. نعم أم لا؟ لا خسر. What? خسر. We are just finish. Wow. الفائز هو هذا البلبل. I guess this baby is the weakest. Is the worst. أسوأ. Very bad. Okay. الآن بنعمل نزال بين السيف الوهاج والخفاش. أكيد السيف سوف يفوز. Okay. النزال الأول 3-2-1. انطلاق. انطلاق. ضربة واحدة بس. أكيد فاز بتحكيم البلبل. Okay. النزال الثاني 3-2-1. انطلاق. انطلاق. What? والله العظيم. What was that? هذا هو الفائز أكيد. If this Beyblade can't defeat this guy, of course this will win. Of course. So يا أصدقاء. Wow. It's the weakest Beyblade. This is like the worst Ragnarok in my opinion. So هذا هو الشيء يا أصدقاء. شكرا. اشتركوا الآن. اضغطوا على بيل الايكون لتكون اول واحد لمشاهده قناتي فيديوهات في قناتي يا اصدقاء. اضغطوا على بيل الايكون اصدقاء لتكون اول واحد. So yeah. وايضا اشتركوا في قناتي الثاني وساعد ببتل زوم قناه ببتل زوم واشتركوا. اذا مع السلامه يا اصدقاء. الى اللقاء. نرى مره ثانيه. باي باي.